اليوم كان عندنا صف مع إنيل جا باش يشوف الفيديوهات تاعنا ويعطينا رايه فيها وينصحنا، فراني متحمسه بزاف باش ناخذ نصائح تاعو ونزيد نطبقها في الفيديو تاع هذا الاسبوع. كيفكم؟ تمام نفس الحال. راح نبلش نشوف شو عملتوا من هذيك البرايم نحكي عنهم وهيك نجرب اعطيكم نصايح. هلا حلو انه عمل الخير بالمكتب، بس كم بدي اياك تصور اكثر الناس، يعني هن صار في بنت كانت شوي عم تسمع منيح، البقيه مثلا كنتوا هيك عم تعملوا بان مش كتير حلو، جربوا هيك اكثر خدون للناس كانه حدا عم بيراقبهم او يشوفهم، يعني تعمل زوم من ورا شيء او محل معين شوفهم عم يحضروا او هيك بيطلع احلى. مرة الجاي كثير مهم نشوف الانتراكشن تبع الناس، مش بس بالوجه، يعني يحكوا يسالوا، عرفت كيف؟ كل ما فوتهم لهول الناس كل ما احلى. استفدت من ايميل لفيديو هذا الاسبوع اني بين العالم اللي عم بيطلعوا معي بالفيديو مين هم، لانه ما كانت واضحه الرساله، فراح اضيف شغله بسيطه على الفيديو مشان توضح اكثر. لا تدخل على فراشها من القصه فوق منزلك. حلوه كثير فكره انه تنقلي على الناس وتعطيهم بيت شعر. ليش ما قريتيهم اياه؟ مش احلى كان؟ اروم؟ ايه؟ عم يفتحوها بيقروها؟ لا على الصوت عالي مع الصوت. ما بعرف ما ايه؟ لانه بدي صير تعبان معي وعالم وقفتهم بالشارع وبركي حدا لقاهم حلو. ما هو شيء طبيعي، عرفت كيف؟ بس تنزلوا على الشارع دائما سمعونا صوت الشارع، حلو صوت الشارع نحس فيه نسمعه. كيف فرجتينا اياه بالصوره؟ سامعينا اياه حلو كثير الناس كيف عم تفرجيهم وهيك، وهودي كثير كثير لذيذ. هلا هاي بالاخر اللي بتنفخيها لشو؟ هاي مدري شو هي هاي الورده. عم اقول اخر شيء رساله. انا فرحت كثير بالقلي يا ايميل، لانه ايميل بالعاده ما بيعجبه العجاب وبضل عم ينتقد وبصرخ وهي ليش هيك وصفرة والاضاءه كذا وليش هيك كاتبه وشو هالفونت هذا، وانبسطت. هي حلوه الفكره، والحلو انه كثير نزلت على الشارع، يعني انه حسينا بالكاميرا. هلا كثير هززت بمحلات، هي حلوه الكاميرا تكون تتنفس، بريذنج كاميرا بسموها، بس هون كثير محلات كثير رجرجت، بس حلو يعني نزلت على الارض على اجريهم على الفوتبول على هيك، كثير كثير منيحه طريقه التصوير. الفيديو عجب ايميل الحمد لله، وده رفع معنوياتي جدا، لان ده بيدل ان الناس ممكن تختلف على الحاجه، ممكن يكون الفيديو ما عجبش اللجنه بس عجب الجمهور اللي هو ايميل يعتبر واحد منهم. طريقه التنفيذ حقيقيه وطبيعيه، التسريع كمان انا ما بحبه. ايه لاحظت فيه بزاف. الز اذا مثلا اذا بدي موفمنت مثلا شوفك عم تعطي، كيف مثلا في الشاطات اللي بنشوفك فور جراوند، بنشوف فور جراوند ايد الايد او حلوين، فينا نشوف موفمنت سريع وحلو من ما نشوف مثلا تسريع او هيك. اوكي في الاسبوع هذا يا راح نبني الفكره تاعي قبل ما نصورها باش نعرف اكزاكتومون واش راني حابه نحط في الفيديو تاعي، هكا باش نقص من استعمال الاشياء الزايده اللي ما عندها حتى معنى. لذيذه كثير الفكره انه عم تجمل لهم بيتهم للجماعه، بس بيبقى شغله استعمل اصوات الناس، دائما في موسيقى عم تخفي الاصوات،
بتتذكر حكينا انه استعمل اصوات الناس واصوات السبراي، اصوات الاشياء اللي عم تستعملها، اصوات الدهان اللي عم بتحطه، بنحس اكثر. صدقني بليز 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 دائما استعمل اصوات. انتبهت للملاحظات اللي تكلم عن المشاركين والملاحظات اللي قالوا، وان شاء الله الشيء هذا بنتبه لها عشان اصحح الاخطاء في الفيديو الجاي، وان شاء الله انه عشان يكون في الصداره. حبيت كيف نزلتوا على الشارع، كانت شيء حقيقي كتير، يعني في هيك شيء طبيعي وحقيقي. كل ما الناس شاركت وما كانوا بس وسيله لنا بالفيديو، كل ما كان احلى. اوكي سويت ريسيرش وحطيت الفيديو كيف راح يطلع ببالي. الخطوة الجاية انه احضر السكريبت، احضر اللقطات اللي اريد اصورها. كل ما يقترب موعد التصوير هيك يصير عندي خوف، لان الفيديو اللي راح كان ببالي شيء وطلع شيء ثاني واخذت علامة قليلة، فبدي هالمرة انه اكون متحضر 100% واخذ لقطات زيادة واسوي الامور اللي هي براسي والفيديو يطلع احلى مما هو ببالي. اتجهنا اني وراشد علشان نصور الفيديو. قررت انه اسوي الفيديو بمكان اندر جراوند، يكون تحت الارض، يكون هيك كانه خرابه على شيء يعني مو طبيعي بالجو العام، شيء مش حلو الباك جراوند، هيك وحشي خلينا نسميه. فاجينا لبينت بول اندر جراوند وصورنا الفيديو، واعتقد راح يطلع شيء حلو. طلبت مساعدة راشد لأن هو دائماً كادراته حلوة ويعرف كيف يصور، وفي كمان مفاجأة ما بدي أفضحها الآن لها علاقة بالألوان، فأكيد راشد هو ماستر الألوان. التصوير كان جداً رائع، أتمنى أنه الأوديو كمان يكون بنفس الكواليتي علشان الفيديو راح يطلع فد شيء أحلى مما أنا توقعت. أتمنى أنه هذا الفيديو راح يرجعني للصدارة وأرجع أنافس البقية ويكون علاماتي عالية باللايف الجاي. هلأ إجا وقت الأديتينج، الكالر جريدينج، في كثير أمور إلى أن ما يطلع الفيديو زي ما أنا أريد. عشان تحضروا الفيديو مالتي كامل وتشوفون المفاجآت اللي بيه، انتظرونا يوم الجمعة لايف على قناة الآن. اليوم اجينا نصور انا ونور فيديو للتحدي الجديد، حكينا مع بعض وقررنا انه بدنا نصور بالنادي. انا ونور مليانين طاقه، قررين هيدا الاسبوع انا وياها نطلع مراكز اولى ان شاء الله. المقطع الاول من الفيديو هو مقاطع مقابلات مع اشخاص مختلفه بالنادي. المقطع الثاني بالفيديو هو التمرين اللي انا راح دخله بشكل مباشر او غير مباشر شوي بالفيديو، ركبهم الاثنين مع بعض بحيث يطلعوا حلوين. عم بحس حالي عم بعذبها لنور معي، عم بحس انه طاقتها كلها عم بتموت، ممكن نبطل نشتغل مع بعض. بلا لنور تستحملني كمان 6 أسابيع لأنه قربنا نخلص وقربنا نوصل للنهائي، فمو هلأ وقت الواحد إنه يستسلم، لازم ندفش بعض نحن الاثنين. أنا ما بحب أوعد حدا بشي بهذا الأسبوع، بس إن شاء الله إن شاء الله هذا الفيديو هو بالنسبة إلي واحد من أجمل الفيديوهات اللي أنا صورتها. إجمالاً هيك ببلش بفيديوهاتي. فأنا اليوم أول شيء رح أعرفكم عن حالي، جوال الحاج، يوتيوبر وكمان صحفية بكتب بموقع ياسمينة. أنا الفئة تبعي هي كل شيء خاصه بالبيوتي، وبركز كتير على الشعر أكيد مثل ما ملاحظين أنه ضلني طبعاً طبعاً. الصف رح يكون عبارة عن خبرتي الشخصية بيوتيوب او كيف انطلقت، كيف بلشت، شو عملت، واكيد بدي اسئلتكم شو بهمكم تعرفوا، كيف صار، كيف انتقلت من انه عم بنبسط انه صور موهبه لإلي لانه صرت عم بعمل بزنس من وراء هالموهبه. لقاءنا مع جوال كان حلو جدا جدا، عندها قبول رهيب، كنا يعتبر كلنا قاعدين متنحين كده ومبسوطين طول الصف. أنا تخصصت بمجال الصحافة وفتت على ياسمينة.com يلي هو موقع للمرأة العربية، بكتب فيه كصحفية. هلأ أكيد كيف صرت يوتيوبر؟ رح أخبركم.
صرت يوتيوبر انه كان كل ما حدا يعوز عنا، نحن اوبن سبيس بالشركه بديواني، فكل ما حدا يعوز ظهره او عنده او عندهم ايفنت، نحن بنغطي ايفنتات كمان او شيء، فانا اعرض خدماتي كرمال لاعمل شعر الصبايا، مين بده زيح اي لاينر، مين بده شويه كونتورينج، مين بده هول القصص. اقترحت انه ليه ما منبلش نطلع هالقصص يلي بحبها على يوتيوب، فبلشت من هيدا المنطلق اللعب. بس في شغله بدي اقول لكم اياها، انه انا لو وصلت كون هالقد طبيعيه قدام الكاميرا، سمعت كثير الانتقادات. في عالم ما بتتقبل انتقادات، عم تضحكوا، مين ما بيتقبل منكم انت؟ بالنسبه لي اذا انا عم صور ماسك الكاميرا وحدا قال لي شيء بعصب، اما اذا انا داخل بالصوره وتمثيلي منه حلو بيقولوا لي عيده بعيده مليون مره، بس عم صور وحدا بيقول لي شيء ممكن اقتله. خد على طول الانتقاد نقطه بوزيتيف او ايجابيه، لانه ما في شيء غير الانتقاد بيوصلك. ايه محمود اللي بقالك كم سنه تحديدا على اليوتيوب؟ تقريبا صار لي سنه لعب وسنتين ونص جد. كل يوم كان هيك، محمود اول مره اشوفه خلال هالفتره كلها هيك لايفلي ويقول نكات وما اعرف، السيشن كثير كان مفيد بالنسبه لنا. ثانك يو. متى بدا اليوتيوب تحصلين منه فيوز، تحصلين منه يعني فلوس امور؟ يعني حسيتي انه اوكي هلا وصلت انه اقدر اعتمد على اليوتيوب او اصرف عليه وحده؟ رح اكون كثير صريحه انه انه الواحد بده يعطي كثير من حاله ليبلش ياخد شوي شوي فلوس. اوكي. بس لما العالم بتلاقيك انه انت صريح وصادق وعلى طبيعتك، بتبلش شوي شوي تطلع على الدرجة، لانه اليوتيوب كتير او كل السوشيال ميديا كتير بدها كل شيء رياليتي، كل شيء حقيقة. شغف الشباب في الاسئله اللي جالسين يسوونها استغربت منهم، على انهم ولا واحد فيهم حلو الشباب، فما ادري ليش متحمسين على الاسئله هذه. في نصيحة بدي أنصحكم إياها، إنه بليز عطول كونوا على طبيعتكم بكل الفيديوز يلي بتعملوها، كونوا أنتو، طلعوا يلي جواتكم لبرا، وأكيد انطلقوا من مشاكل العالم هيدا أصلاً حكينا عنها. ما تستحوا إذا كنتوا بحاجة لحدا، قد ما فيكم استفيدوا من العالم يلي حواليكم، استفيدوا من بعض، استفيدوا من خبرة بعض، حضروا يوتيوب، حضروا يوتيوبرز كتير بتحبون او بتتمثلوا فيهم، غنوا حالكم بهيدي المعلومات وبهيدي القصص لتقدروا تتطوروا. في كم شاب، الشباب سالتوني اسئله اكثر من البنات، بس يعني مش من قلبي، بس انه بدي استغني عنكم. لا اوكي ميرسي. مع الاسف الشديد البنات اخذوا الحصة الاسد بالسيشن، وراح تسوي لهم اكستريم ميك اوفر. قلبنا انكسر يعني. هلا واقفه قدامكم لانه محضره لكل حدا حيله كثير سريعه، اكيد رح تستعملوها تبقوا بفيديوهاتكم، لانه نحن هلا عصر السرعه وبحاجه دائما لقصص تلبينا. بما انك كنت عم تقولي لي بالاول بدك تشوفي اذا شعرك قصير بيلبق لك، انا رح اعمل لك اياه قصير، تكتشفي اذا بيلبق لك، اذا بتاخذي قرار تقصيه ولا لا، واذا ما بدك تقصيه بتحبي طويل، فيك تعملي التسريحه يلي رح اعلمك اياها اليوم، تطلعي فيه قصير وثاني نهار تفاجئيهم انه هو طويل. اوكي؟ يلا. من بعد ما عملنا شعره لسمر كاريه وعملنا له هيك موديل حلو، جاي لعندك لعلمي كيف تعملي نو ميك اب ميك اب بقصص شوي طبيعيه. احنا دلوقتي بقينا 7 متسابقين، النص بتاع البرنامج افضل 7 متسابقين. طبعا ممكن يبقى في شحن ما بين بعض المتسابقين او في ناس منافسين من بعض، فقلنا نلعب لعبه الصراحه عشان كل واحد يطلع للتاني اللي في قلبه، بس ربنا يستر بقى وما نقومش ضاربين بعض بالجدل. اهلين، كيفكم شباب؟ اهلا راشد. يا راشد، بما انه انا اخذت المركز الاول يلا فانا ببدا اول لعبه. يا رب جنان برا اللعبه. سمر، طيب بما انه جاء عليك هذا، نعم. تبغين سؤال او اعتراف؟ سؤال.
السؤال هو من تشوفين افضل واحد في البرنامج الى الان؟ افضل واحد؟ راسل. شكرا. جنان تسأل نور. بدك سؤال ولا اعتراف؟ سؤال. ليش بتتمسخروا علي وبتنتقدوني بكل مقابل ما في غير بتقولوا بتمنى ما نسمع صوت جنان هي صوت المزعج. انتي مزعجة لان تحكين كثير ومنزعجة دائما ودائما تتشكين ومن واحد يحكيك ما تطلعين عليه. اول مرة اشوف ايش تطلعين عليه. جنان سؤال واعتراف. سؤال. انا اسألك. ليش انتي ونور ابراهيمي كان بيناتكم مشادات كلامية بالبداية؟ وهل هذا الشيء تغير له لا؟ نور بدون زعم. اول شيء نحن شخصياتنا مختلفة وما بنتفق مع بعض. انا هيك كثير بحب جن بالليل واحكي مع حالي فما اتفقنا مع بعض. غير هيك كثير بتخافي على اغراضك. هيك صار في شويه حساسيه بيناتنا وبعدين تصالحنا وهلا ما احلانا صداقات صرنا. قلبي مليان منك يا راشد. اسالي سؤالي حلو. اسالين انت ليش كثير اناني وما بتحب حدا يطلع عليك ابدا؟ بتحب تضل محافظ على مستواك. وشو لما انا اخذت المركز الاول قلت لي انا تدمرت لانه انت ما لازم تاخذي المركز الاول. انا كنت لازم رغم انك اخذته 4 مرات وكثير عينك بدي على اي حدا بيطلع عليك بعلامه. جوابك هو انا ما جيت لحد قلت له ليش طلعت علي الاول. بلا هالحكي صار قدامي قلت لي انا تدمرت. من هي طلعت الاولى؟ انا اللي بستحق. طب ما في حدا بيقول عن حاله انا اللي بستحق الاول. الناس والجمهور هن اللي بيقولوا. طيب بس انت عندك عظمه داء العظمه هذا صعب. اوكي بجاوب على سؤالك. اوكي بجاوب. جاوب. لكل مجتهد النصيب. وانا اخذت الاول بسبب اني انا بطل واخذت الاول. وثاني شيء انا لما اخذت الاول جيت قلت لك مبروك وكنت اقول لك على الاغلاط حقتك. جيت وقلت لك الاغلاط حقتك في كذا وفي كذا وفي كذا الاغلاط وتحداك تنكرين هالشيء. اذا في عدل في الجماليات والاشياء هذه المفروض انت ما تستحقين الاول. بس لما اخذت الاول جيت قلت لك مبروك وتستاهلين. وقمت قلت لك نقطه وانت جالسه في المكان جيت قلت لك على الاغلاط اللي في الفيديو حقك. انت كجماليات كان حلو بس ما في تاثير. انا ما حسيت بشيء لما حضرته. ما في شعور. انا الفيديوهات انا الفيديو تبعي لما حضروا العالم اشعر بدنه. من هذول؟ انت شوف انه هذا اكبر نسبة مشاهدات انطلق بالسوشيال ميديا بشكل رهيب. مين؟ وين ما شفناه؟ فوق 300,000 مشاهدة اجى عليه ومشاركات بالآلاف. بس انا ماشي الفيديو بيستحق. انت في كل الاوقات انت عم تقول انه انا الافضل انا اللي بستحق انا كذا. ما بتخلي صديق. الناس انه اها صدق. طب مين قال لك؟ معناتها هذا هو الغرور. لا مو بغرور. هذا الغرور لما بتجتهد انت ما بتستحق. انا اللي بستحق. كنت اقول دائما طالما احنا في المنافسه كل احد يشد حيله لان كل مجتهد نصيب. سؤال ولا اعتراف؟ من اكثر واحد تبغى يطلع الجمعه هذه؟ انت عشان انت بتاخذ المركز الاول على طول فنخلص منك. ايوه قويه. اسالك سؤال. هل انت مصلحجي؟ يعني لو في حد فينا كان بيصور احسن من نور كان زمان انت حبيبه دلوقتي وحبيبه روح بروح وقاعد معاه 24 ساعه. سؤالك كثير حلو. وانا عارف انك انت بتفكر بهالطريقه. وفي ممكن اكثر من اكثر واحد منهم بيفكر بهالطريقه عني انا. وهذا الشيء كنت عم بحكي معه. خشش في الاجابه. كنت عم بحكي مع نور بهذا الموضوع من يومين ثلاثه ونحن راجعين. عم بقول لها نور العالم ما بتستوعب انه انا بصورك. يعني كله بيقول تصويرك نور حلو. نور الفيديو تبعك حلو. طب مو انا عم صورها كمان ولا بس هي اللي عم بتصورني؟ فاكيد انا مني مصلحجي عليك. شفت تضرب تلاقي اديني. يلا خش. سالك راشد مين بدك اياه يطلع هذا الاسبوع وانت قلت جاوبته له بس عشان تلم الليله. سؤالي هو هل انا الشخص اللي بتتمنى يطلع فيه هذا الاسبوع؟ نعم او لا. سؤال نعم او لا. بدون تبرير. لا. سمر سؤال ام اعتراف؟ سؤال. صح. شكون هو اكثر واحد فينا لو كان يخرج من البرنامج الاسبوع هذا ما تحس يحتاج حاجه؟ يعني عادي شويه انه كلكم بزعل اذا فليت. مين اقل واحد بزعل يعني؟ محمود يمكن لانه مش كثير يعني. اوه لا بس انا مش كثير هيك انا بقعد معك هيك اوكي كرهت مشاعرك. تعودت عليك. عادي والله ما تعلم مبرري. اكثر شيء استفادينا انه صادقنا واحد الثاني وخلينا نصفق النفس. حلوه اللعبه كانت خلتنا هيك نصارح واحد الثاني نسال اسئله يمكن مقلبنا كانت فتسلينا يعني قضينا وقت حلو.